والقصص ذكرت في كتاب الله عز وجل، لكن القصص المراد من ذلك القصص التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، هذه أبلغ ما يكون، لأنها وردت ممن؟ من الشرع. لكن لو خرجت بعد الصلاة ووفيت شخصا والتقيت به وجرى ما جرى، أو رأيت حدثا وإذا بي من الغد آتي إليكم وأقول رأيت كذا ورأيت كذا وخذوا العبرة من هذا الحدث، ثم إذا بي أبحث عن أحداث وربما يزاد فيها، لما؟ لأن الناس ينتظرون ماذا سأقدم لهم من هذه القصص. وإذا بالإنسان يسعى يمنة ويسرى، يمكن يبحث في أطراف البلاد من أجل أن يحصل له مثل هذا. وإذا أردتم النتائج أو أردتم الحكم الفاصل في مثل هؤلاء القصاصين، ولذلك قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لما ذكر حديث إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، قال وهذا هو شأن كثير من الوعاظ والقصاص في هذا الزمن، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ما قال الألباني رحمه الله هذا الكلام وفي عصره وعمره كبير في السن وفي مثل ذلك العصر الذي لم تنتشر فيه وسائل التواصل ووسائل التقنية، إلا لأنه يدرك خطورة هذا الأمر، والواقع يشهد بهذا. إذا أردتم الحكم الفاصل، ما هي الثمار التي أثمرتها تلك القصص في قلوب الناس؟ صحيح أن بعضهم تبكي عينه ويخشع قلبه ثم يخرج، ربما يحافظ على الصلاة بعدها، إن بقي على الاستقامة فهو أجوف ينتظر فقط هذه القصص. وكم علمتم وعلمنا نحن أناس عرفناهم لهم في الاستقامة أكثر من 10 سنوات وإذا هو فلان فلان لم يتغير منه شيء، هو لم يتغير منه شيء، وبعضهم قد ينحرف، نسأل الله السلامة والعافية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يقل القصاص أو القصاص، لا، العلماء. ما هو العلم؟ العلم الشرعي. ولذلك هؤلاء فتحت لهم الأبواب أكثر، لأنهم تصدروا للناس واستقبلوا أسئلة الناس، إذا بهم يفتون فيما يستفتون فيه. والله عز وجل ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا أهل القصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.